على أثر الاحتجاجات اللي رافقت اغتيال الشهيد شكري بالعيد، مدينة قصيبة المديوني وعلى خلاف غيرها من المدن في الجمهورية التونسية والتابعة لولاية المنستير كان لها نصيبها من المواجهات بين المواطنين وعوائل الأمن، وقد تم حرق مركز الأمن بالقصيبة نهار 6 فيفري في الليل. على أثر ذلك قامت قوات الأمن بجملة من المداهمات على المنازل، أوقفت خلالها 25 شاب اتهمتهم بحرق مركز الأمن. زرنا عائلاتهم البارح واللي تشكاو من تصرفات الهمجية متاع البوليسية أثناء المداهمات هذه. نهار 2/4 متاع الصباح بالضبط. شنو اللي صار بالضبط؟ أول ما صار نسمع كان عادل عادل، وأنا قمت مني بنتي مفجوعين نلقى كان رجال زي زتلي الله يعفو. وين عادل؟ قلت له خويا سامحوني يا حنا. للأمن اللي دخل نهارتها سمح. الأمن اللي دخل نهارتها الأمن اللي دخل نهارتها معناتها كان بالزي معناتها لابسين بالزي. كيفاش وفن لابسين عينيهم مغطية اللي ضم الفجع لنا والكفر كفروا علينا ويكلم من الحزام اللوطة. قلت له خاي معمولك ربي راني مدينة. قال حشاك دير ربك ورب دينك، استغفر الله وتيبي ليك يا رب. جات بنتي قالوا له حل الصالة، قاتهم كي صلت عجام قالوا له حل ونخلعه. بدي يقول لها بكلام الخاي، قالت ترضاش أختك تتمس؟ قالت طز. وي مهدي يا مهدي، قلت له خاي كي طيب علاه؟ قال لي حرق المركز. قلت تو ما حرقتوه المركز؟ قال لي ما لا ها هزموتوه. قلت ما جاب شيء بالله ولدي، حتى الساعة ما قعدش لا 11:30 يصلي في الدك يكلم فيه مرايته ما فهم شيء. عنده فليسات ومخبيهم ما قيناهمش، خلاتهم لمرته أجنبية باش يقص بهم البي نتاعو واش يعملوا الورقة دي 7380 دينار شيخاها من سوسة من السفارة نتاع سيات. حاجة ولدك قد ايه عمره؟ عمره 21 سنة. من اللي توقف لليوم شفتو شي؟ شفتو كان أمس. معناتها البارح خليوك تشوفو؟ في النهار. في النهار. في النهار شفتو. تنجمش تأكد لنا أنت اسكو لاباس عليه؟ لاباس. شنو صار وشنو حكاية؟ هو قال لي يما أني لاباس، ضربوني في قصر هلال. شكون ضربك أول واحد؟ قال لي ميتي. سي مهدي. قال ليش حتى مهدي ولدي؟ قال لي سي مهدي. علاش الغضاض؟ علاش مهدي ذا بوليس؟ بوليس مهدي ذاك احنا حاطينه كان اخوه قبل نقدروه لليوم يعني وخل كي راه سي مهدي يعني امه نجي يعني مهدي نجي امه. عندكم شي معلومات وقتاش باش تعديو على محكمه ولا شنو؟ قالوا لنا غدو. تو سمعنا غدو. تصور شكاره نتاع معطر كيما هذه كيما هذي. قلت لهم هذيك نتنحي يدي، لا قالوا لي الزات، لا قلت له حل فرتها وحده وهذيك طاحت يديهم فاق وشبه. هذه شنيا يا ناس قولوا لي هذه شنيا؟ ولدي بيت في البيت هذي في الفرش هو الوليد وليد دحموا البيت من غير ما دقوا عليهم لا شيء، كسروا لي بابي الاول وكسروا باب الثاني وهذا باب البيت الثالث. انا كسروا وخلعوا البيت بزازوا لولدي من الفرش وخرجوه. قلت لي دخلوا عليكم للدار لهنا وحسب ما وريتنا عندي تو كسروا البيبان، وراكم شي ورقه نتاع اذن بالتفتيش؟ حتى شيء. قلت لهم اني عمري ما ريت اذن بكل جمهوري نعرف، فماش بكل جمهوري. قال احنا هبطين من تونس. قال لي قالوا لنا كل شيء اعملوا هيك اعمل لي. قال لي احنا هبطين من تونس كل شيء قالوا لنا اعملوا، احنا من الفوق جيناش من اللطق. احنا كنت في البلاد عندنا عرس، عرس ولد خالي، عديت العرس ولدي ضايع اللي حكيلك عليه عمارة جاي قبلي بنهار على اساس باش يخرج السلعة نتاعها باش يمشي يخرج للسوق لقصر الليل باش كي وقت الحادثة هذيا كلمني قلنا له ما تخرجش راهي الدنيا خايفة ما تخرجش السلعة. كي وقت الحادثة هذيا وعندي شهداء ولدي يحكوا لي عندي شهداء اللي هو قاعد هنا في الدار هذي في الليل اللي سافر لحد جيت سافر لحد ما وقت الوقت وقت اللي جيت من البلاد جيت من البلاد نهار لحد في الليل لمينا دوارنا والمراه وكذا و وطفل ياسر انا بحضر ولد خالي جا دخل رقد معني مشينا كيما قلت لك نسمع في الباب طبط من الاربع نتاع الصباح مش في بالي ولد خالي نوض فيه مش نمشي القصر الليل مش نمشي نهز ونخرج انا وولدي من القصر الليل حلت الباب نلقاها منشرة مصفه فوق الحيط وهضم من هنا دخلوا عليه هنا هز يديك وقت يجوا يسالوا فيا مش يسالوا فيا على ولدي يسالوا فيا على ماهر العياري قال لي ماهر وينو؟ قلت له انا ما عنديش ماهر قال لي ماهر دخل الموبيلات لهنا قلت انا تبت قلت ما عنديش مهر انا وصغيرات قلت له عايشك بربي راهي امراه مريضه عندي امراه مريضه وصغيرات امراه مريضه بالسكر تشرف الدواء اتكلم بشوي وجي ادخل ماك حاسك تدخل تفركت كي تلقى عندي مهر وتلقى عندي موبيلات واصل علي قلت له انا في بالي بشيء انا كنت في عرس ولد خيل جيت البارح في الليل فما واحد معاهم في الكهرباء شادينه
يقولوا راه فما ثلاثه اولاد هنا في الدار. هاد قلت له شكون الاولاد؟ قلت له راه كان ولدي لهنا. وريت ولد صغير دخلت وقال لهم شو هذا؟ كي طلع ولدي الكبير هذا قلت عليه. ما يكلموهوش اصلا كان على راهم. هما جايين يسرعوا معاه. قالوا لي هذا هو معاه وقت اللي جاب ماهر الكربل هنا. هزوه طلعوه حافيين. هاي ما عليناش هزوه قلت لهم برا هزوه. ايه نحب نسال معناتها ملي هزوه لليوم ريتوهوش مشيتوش ريتوه؟ لا ريتو لا قابلته. شكون مشي قابل؟ حاولت باش تراه. ما حاولناش معناها نتبع في العباد تو قالوا ما خلوش شكون يقابل. فهمت. كيس يسهلوني على ماهر اليوم تقول عيطت كلمت ماهر هذايا ماهر هذايا بسيفته يخدم في السوق يطبق معنا يخدم في الروبوفيك انا ولادي ساعات يجي للسوق يبدا يطبق ما عنده معرفه مثلا ولا في السوق نعرفوه كي تخسر الطفل هذايا ماهر جاب من البيت حتى انا بحدا ولدي من بعد اليوم تقول جهزت الموبيلات كلمته ماهر قلت له ماهر شنو الحكايه قال لي يا عم محمد راني جبت الموبيلات حطيتها بعد عمار هذا عمران هذا عمر ولدي مشى معايا ماهر مشينا للمنطقه وهزين الموبيلات وهزين الاوراق على اساس ماهر قال ما دير تحمل هزين الراجل الموبيلات هاي نتاعي وهاي موبيلاتي وهاي بوراق زيد ماهر زيد وقفوا الماهر زيد تو اللي هزيته هنا زيد انا مشى معايا تو ماهر كان جا سارق وجا كذا يمشي بساقيه معناها انا معناتها مشى بساقيه هو هز لهم هي مشيت نوية هزيته هنا بيدي لا مادي مادي هذا قلت له مادي هاي الموبيلات قلت لي دخلت لدارك مادي يعرفني تو انا قلت له مادي اربع سنين نسكن بعدك انا تعرفني هنا قال لي نعرف قال لي يا مالا راك مدخل موبيلات مسروق انا هاد قلت له راني كنت في العرس ما في بالي بشيء يدخلها الوليد هذا هو راه الوليد صاحبنا ويخدم معنا في السوق جا دخل هنا للدار جاب الموتور شافها خايدر هنا واحد وغاز لقاه ونيور هو براني فهمت البراني كان شتان هنا ما تعرف فهمتني هرب هنا للدار دخلها بوريق الموتور هيك ودخل هنا شافوه الاولاد دخلها وعنده بونتويت مع اولاد هنا في الحوم مشاو هكا ومشاو للعوين قال لهم راه ذاك اللي دخل الموتور ومن بعد معناتها حتى اذا كانت معناتها حتى كي هز الموتور وهز وراقها من وقتها موقف مزيف موقفين الزوز لتو تو موقفين الزوز الاربع نتاع الصباح اللي سبع في الباب في بال وضعي ولد خالو والامور اللي كايمو مشيت في السلع جو ورينا له باش نتي صغير ولدي هذاك صالح يبكي ولدي وقت اللي هزين صغير قال لا مش هذا اخر طلعنا لهم عماره كي طلعنا لهم عماره ركبوه في الكرح هزوه حفيه كي دخلوا لهنا يلوجوا معناتها كي جاكم للدار ولا شي ورقه نتاع اذن بالتفتيش ما ورونا حتى شيء شيء راقي فوق الحيط شيء راقي فوق الحيط والاخرين وخاصه المتكممين هذاك هذه قالها لي المهدي المهدي قال هك مهدي شكون هذا المهدي مهدي سيسي مهدي قال له راجلي شوف مرتي تاع الاخر الحق فما واحد فز قال لي ما تخافيش يا امراه نحن جايين نلوج على ماهر علاش تدوخي هك هاي داخلت علينا صلي على النبي والاخر قال لي ان شاء الله ان شاء الله تقضي مهدي قال خل دوخ محسوب من ولدها عامل هاي ما قلت له فيه ولدي قلت له خاف ربي خاف ربي ولدي يعمل هكا ني نعرفهم ولادي نضاف فيهم حد شيء كنا نعرف ولدي يعمل هكا ني قبل بداية مانيش لي خصيصرة وني نقبل حاجة نتاع سرقة ولا نقبل حرقة المركز لا مش به مش به المركز الناس الكل راه راني قاعد كنت في القهوة في مقهى الشاطئ المدة في قصيبة فهمت كلمتني اختي قاطرة البلاد واكلة بعضها جاب واحدة دراريك وبكرة جات واحدة كاس غادي كاي فهمت وطلعت نجري نلقى البلاد داخلة بعضها واقف كل الناس الكل معناها كل شيء وردوني يعني معناها فعل ومش فعل وكل فهمت معناها قصيبه كل فهمت نلقى جي ستة رقبه مش معناها ثلاثه ولا اربعه من الناس ولا خمسه من الناس فما جي ستة كراب حاكم فهمت وقعدت نتفرج على روحي كل الناس الكل معناها ما عندي معناها نجم نعمل حتى شيء فهمت والاخر نلقى روحي مرت معاهم في حاجه ما عملناهاش كان عملنا نقول لك شكون اللي جبدك معناها بالاسم ما نعرفش فهمت معناتها انت وصلك اللي انت تو مفتش عليك معناها. معناتها انك انت تو يلوجوا عليك هذا اللي وصلك الاسم الاسم في القائمه لقيته فهمت انت حتى اخويا جاي معناها وقف بحذايا مروح نلقى حتى اخويا مجبود فهمت فهمت اخويا مجبود واقفين فهمت نلقى زوز كعبات غاز في داري عندي طفله بنت اربع سنين وواحده بنت سبع سنين يعني راه يستحملوا الغاز اللي سيبوا فيه ولا فهمت والعزوزه ضرباها فهمت وداري مكسر عندي باب قيمته 600,000 واني في كريزة الكاري قال لك اخويا من ساعه ما يهمنيش فيك صرف لي في دار في باب فهمت شو شنو نعمل يقولوا احنا مثلا حرقنا مقر 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 الشرطه مركز الشرطه نتاع قصيب فهمت واحنا جايبين معنا ماده محارقه فهمت علاش في كام جمهوريه تونسيه تحرق مقر النهضه كان في قصيبه ما تحرقش يعني ما احنا جايبينش نحرق ولا ما نحرم دوب النهضه واحنا ماشيين صحيح ولا فهمت مقر النهضه علاش ما تمسوا هنا تو تنجموا تطلوا عليه وتشوفوه فما حاجة هم نعرفها هنا اليوم فما 25 شاب موقوف وانت هاهم يلوجوا عليك على اساس التهمة انه تم حرق المركز هل 25 هذوم شنية الحاجة اللي تثبت انه هما حرقوا المركز ولا ما حرقوش وعليش هما بالذات تشدوا
فهمت. هذه هي الحاجه اللي ما عرفناهاش، هي القائمه هذه فهمت هذه يا سيدي جايه من جماعه مختصه في قصيبه، مواطنين عادي كتبوهم وقيدوهم واعطوهم الشرطه، والشرطه مشات بحديثهم فهمت، مش من معناها من الشرطه جات الورقه هذيك، من عباد معينه فهمت، ونعرفوهم احنا من عباد معينه. شكون العباد هذوما كنقولوا نعرفوهم؟ نعرفوهم معناها من يضموا الاحزاب، خاصه من حزب النهضه فهمت، هما ثلاثه طرف يضموا من حزب النهضه فهمت، وخاصه عندنا واحد في يخدم في مقر الشرطه نتاع قصيبه المديوني فهمت، راهي اللغه راهي مش لغه بونتوات، هو يعرف روحه علاش مش لغه بونتوات فهمت، على خاطر هو يرجع التالي قبلها بثلاثه جماع يرجع لمشكلته هو، شنو صار قدام المركز هو يعرف صاحبه فهمت، يرجع لمشكلته هو قبل ثلاثه جماع شو صار له قدام المركز. سيد ذي عون امن عون امن وضربوا له في كهربته النار، قلوا عليه ضربوا لك في كهربتك النار فهمت، وناقم انا شباب قصيب الكل اللي يجي في يديه قال لك اني نورت فهمت، كي نعرف اني نعمل المستحيل باش نغطس فهمت، ونقول في حديث الظاهر اني مش خايف من حتى حد، خايف كان من خلقني فهمت، وانا اللي عندي كان عندي حاجه عندي حاجه عندي ربي وصغاري وامي وبابا ومرتي فهمت، والناس كل تاخذ الحق فهمت، احنا نحينا كل شيء من 2010 نسينا كل شيء من اخر 2010 فهمت، في 2011 فهمت، بين عليه مشي على روحه كل شيء مشي على روحنا باش ناخذ كل واحد ياخذ حق ونجم الناس كل تتكلم فهمت. بيتا حرقان المركز كنقولوا للشباب هذوما اللي تشدوا ما عندهم حتى علاقه بحرق المركز، زعما شكون اللي حرق المركز بالنسبه ليك انت كولد حومه كتعرف الحومه فهمت، اني عناية على ريت وكل شيء فهمت، الحاكم هو اللي حرق وراه. وقت اني مروحه ما كنت في دار بنتي وجايه، انا جايه انا وبنتي نقاو هذوم يضربوا بالغاز وجي 8 كراهب قدام المركز واقفين، وفما يجي 600 رقبه مش واحد ولا اثنين ها، وكهرب والدنيا معبيه بالعباد، الدنيا معبيه بالعباد، راه شفايا محمد وكراهب الحاكمه دي تجري فر فر تلقت فيهم من بلاصه لبلاصه، منهم واحد هو يجي قدامنا ضربته الكهربة الحاكم، احنا خشينا الدار دير جيران وهما دزوا علينا الحاكم، دزوا لي بنتي طيحها على ترمت دزوا طيحها طيحوني اني، وثم نعيطوا خطفوا مول الدار وهزوه مش يركبوا فوق الكهرباء. ايه نفهم حاجه إيه؟ لهنا إيه؟ شكون عندك موقوف ديجا؟ انا ولادي الزوز، ولادي الزوز هما مقيدين في الواحد، معناتها جاو هزوهم من هنا ولا جاو دحموا علينا ما قاوهمش، دحموا علي وضربوا الباب ورجي معاق مريض المهم يسمعش ودحموا علينا دحموا علينا. باهي إيه؟ دخلوا وكي دخلوا لهنا ما توراوش اذن على اساس لا ورانا لا اذن لا شيء، يكفروا يسبوا في ربي زاد ويقولوا في كلام الزايد او شنو هم 300 كنت عارفين خبيره في الكرتوش شنو حكيت إيه؟ الكرتوش قيناه في الدار، قيناه في الدار هنا هبط هنا الكرتوش، وهكا نتاع الغاز هذا كان في دارنا هنا لقيت الواقع صارت برشا عباد مواجهه ما بين الامن والمواطنين ثم ضربته، ما نقولش نقولوا مثلا ما ثم شويه ضرب من المواطنين ما نكذبوش، اما الامن كثر من الكريموجان من احنا هنا في دارنا ديجا تخنقنا من المركز، خاطر المركز مش بعيد علينا كانت يجي 40 متر فهمت ولا هنا في الدار اخواتي الصغار الاولاد الصغار هم تخنقوا الاولاد الصغار تخنقوا فهمت هكا. بالنسبه لخويا مراد صارت عليه المشكل هو ديجا يخاف من الحاكم، لها عنده مشكل مع الحاكم ما يطلعش للشارع فهمت كيفاش، من هنا واحنا شادينه واحنا شادينه ماناش مخلينه يطلع، ونجم تسال الجيران كلهم نجيب لك الجيران لا بحذانا كل هنا ما طلعش من الدار فهمت انت لفقوا له تهم. انت تنجم تقول انه بحكم ينجم يكون عنده سوابق ولا مشكله بالضبط حابوا اليوم حبوا هو يكون اي حبوا يكون كاش في ذا ما لا يهزوا يعاني عنده هو بطبيعته عنده اضطرابات نفسيه من لما تبوه وعنده مشاكل وعدى برشا حبس وفهمت كيفاش يحب يورطوا تعذب ياسر. سامي نحب تحكي لي بالضبط على الدخول لهنا الامن كي جاي لهنا، سمعت اللي هو تخلي لكم نهار الواقع وسمعت اللي هو زاد البارح عاود رجع لهنا لا 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 مش امن مش امن مش امن هو امن ما جاناش هنا للدار ما كذبوش عندنا جماعه في الحومه لهنا يركبوا في الليستات ويبعثوا ويقيدوا فلان وفلان هما فهمت، ونهار كل تقام في المركز معروفين تسال عليهم بلاد كامله معروفين مراد كي تشدوا جماعه ولا دخلوا الجماعه شدوهم بديارهم وشادين اللي يجي 20 ولا 25 واحد شادينهم بديارهم سمعوا عليه هو في الليسته
مو قلت لك امور مش راكحه مفترض بنفسي لا ولا من الاربعه نتاع الصباح يشرب ناقم اللي راهو فيديو دبيس صوت قال لك نحرق روحي انا ما عملت حتى شيء في دارنا ويقولوا لي هيك واسمك في الليسته شو تحب نعمل يا نحرق روحي يا نعمل كارثه هيك قالها فهمني مع ما واحد ما عادش يتحكم في اعصابه شو عمل انا بجنبنا حانوت شيخ في باكو دخان ريتها الاربعه نتاع العشية شيخ في باكو دخان هو خبير باكو دخان تعدى باسي بشير صغير قال له مراد يزم البيرة نتاعكم ونمشي روح هاني كلمت عليك باش نحيولك اسمك من الليست كلمت عليك رئيس المركز اي رئيس المركز اي باش نحيولك اسمك من الليست معناها هو هو يحط وينحي كيما يحب هو فهمت ولا قال له شنو كلمت عليه رئيس المركز محطم وانت تقول له انت شنو قال له شنو قال له شنو نحيت كلمت عليه رئيس المركز يا اخي انت تدخل وانت تحط وانت تدخل الحبس وانت تنحي اوكي صارت تعارك هو وانا لفقوا له قالك صب علينا حسب علينا ليسونس باش يحرقنا لفقوا له توم يحبوا يحطوه في الحبس كملوا له عمره في الحبس الحاكم كما نجموش والبارح يجيو قضايا هو بيدو السيد قضايا الجيران كل تشهد يجي اخواتي قاعدين في البيراندا الحمد لله هو يسمحهم الكلام ويعمل لهم ما نجمش معناتها هذا مواطن مش حتى عاون امن معناتها مواطن لا مواطن 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 هذايا مواطن هذايا من المركز ما يطلعش وبلاد كامله نجيب لك بلاد كامله تشهد تحمل نجيب لك بالوراق بالوراق بلاد كامله تشهد ما يطلعش من المركز معناتها هو مبعوث ليه باش يعمل له كل ذاك فهمت عشان بلاد كامله تشهد قال له هو من المركز ما يطلعش معروف يا عهد فرنسا شي هذايا مريناشي أني نسمع في الدبك واحد في خرجت في الباب فهمت أخي بنات يتباكوا بنات صغار بنات أخوات الولد وخرج بوط لحقهم الغادي فهمت قالوا علاش هكا هاي خرجوا من الدار من قالوا علاش هكا فهمت خرجوا من هنا وخرجوا قالوا علاش هكا قالوا تو فهمت كذا نسمع في كلام بذي واحد فهمت جاو هز ولدي جاو هز ولدي جاو قدام دار بابا الساعة دار معناتها يعرفها مهدي ويعرفها رئيس المركز جاو مهدي هذا شكون مهدي الساسي عون مركز قصيبة المدونة ورئيس المركز وعنده 12 عام يخدم هنا ما تنحاش ورئيس المركز عادل الصيد الزوز ويعرفوا داري بالباهي بالباهي عنده 12 عام هنا معناتها يعرف داري كل فهمتني وكي جي جي اقتحم على دار أخرى هي دار بابا أنا داري فوق دار بابا بعيد فهمت اقتحم خلال علو بيبان كل كاي دخلوا على خويا ومرت خويا سقيطة واحد بشطير والآخر بمسدس وهروات في ديهم وكل خلعوا بيبان الكل دخلوا لدار خويا الفوق خلعها فهمت وبعد ذاك شي جاءوا طلعوا لبرا وجي لدارها جي لداري اني خلع الباب فهمت كسر الباب برجله وطلع الفوق مرتي سقيطة وذرارية كل كاي بناتي صبايا وكل الضرب كل كاي دز مرتي هبطوا فهمتني مرت خويا كيف كيف رمات والتوا ملوحة توا من ليلة الواقعة لتوا ملوحة بس بيطار جبناه فهمتني واحنا في رعب كامل ليلتها وقرق به وكل كي هبط حتى لوطة للحومة انقرق به وكل كي قالت اواني هزيت ونكركر فيه ونضرب فيه فهمتني وكان عندك حاجة جيبها لهنا مشي طليت عليه انت مشي طليت عليه وقتيش طليت عليه مدة نهار نهارين التالي تو وين لقيته معناتها في لقيته في اقليم المستير في اقليم المستير في اقليم المستير سمعت اللي هو عنده معناتها مريض و مريض وعنده ضيق نفسه دونك هزيت له دواء هزيت له دواء وخذوه ما تشكيلكش ما قالش انهم ضربوه لا تشكالي في حاجه تشكالي قال جاي سي المهدي الساسي هذايا نهارت الاني زرت ولدي بالضبط قبل ما نزوره فهمتني وبالسيف من علينا بالسيف من علينا هزنا للتحليل فهمتني ودوب هلا حطوا لي زريقه في يدي يجبد في التحليل ضربني على يدي وضربني بكف فهمتني وقبل هذا الكل قال معناتها مكن عون دور علينا كل واحد زوج سواقر دخان ما نعرفهمش شنو ما اصل فهمتني بالسيف من علينا قال تكيفوهم ومن بعد هزنا للتحليل هذا اللي صار بالضبط